عليكم، مرحبا بكم في قناة زكية أغلى الخياطة. في حصة اليوم غادي ندوزو لتطبيق المقاسات على الجلابة. عندي هنايا العبارات ديالي، سجلت عندي العبارات. بالنسبة هنايا أنا طويت التوب على جوج. خديت هنايا الجهة يعني على التالي ديال التوب، يعني على التقطاعة ديال التوب هي اللي ندير هنا فيها الجلالين لتحت ديال الجلابة، وهنا الكتاف غادي نبدا من الوسط، يعني باش ما يضيعليش التوب، باش حنا نحتافظ على التوب. غادي ناخدو الطول ديالنا. بالنسبة هنايا غادي نحيد داك 8 ديال سنتيم ديال لتحت في الجلابة، نحيد 8 سنتيم ديال 8، وعاد نشدو العبارات ديالنا. الطريقة هذه ندوزو نشوفو شحال الطول عندي، متر وربعة وربعين. يعني انا غادي نخدم الظهر هو الاول، وعاد غادي ندوز نخدم الامام، نخدم الخلف وعاد ندير التطبيق ديال الامام. نحدد الكتف الكتف ديالنا، غندير هنايا زاوية قائمة. غادي ندوزو نديرو الاسقاط، يعني عندي شحال التركيز، عندي 27 بالنسبة للتركيز. غندير كذلك زاوية قائمة، عندي خمسة جاي نشوف طول الحزام عندي 44. بالنسبة للطول الأرداف عندي 66، وغادي نديرو زاوية قائمة كذلك في دورة الحزام، خط الحزام، خط الأرداف. بالنسبة للعنق غادي ندير دورة العنق على 6. بالنسبة هذه قاعدة دائما كتبقى قاعدة، هنايا غادي ندخل 8 سنتيم في العنق، وغادي نهبط 2 سنتيم، وغادي ندير تكويرات العنق ديالي بهاد الطريقة هذه. غندوزو الكتاف، أنا عندي 46 غنقسموها على 2، يعني درت 45 زائد 1 عندي 23. غنزل هنايا 4 سنتيم، وغادي نسال النقطة ديال الكتاف. بالنسبة هنايا غادي نديرو الإسقاط ديالنا هنايا على خط الصدر باش تكون عندي هنا زاوية قائمة، غتكون عندي زاوية قائمة هنايا أو
تقدروا ديروا الكتاف ديالكم، تقدروا ديروا المسافه اللي عندي في الكتاف تنزلوها تحطوها في خط الصدر باش تكون عندكم هنايا زاويه قائمه، باش هذا الخط ما يجيش عوج بهذه الطريقه هذه، تكون زاويه قائمه. بالنسبه للصدر عندي طول الصدر عندي 30 زائد 1، غادي نديرو 31 بالنسبه للصدر. بالنسبه لخط الحزام ما انا ما شديتش دوره الحزام، يعني هنا كندخل انا بجوج ولا واحد ونص على حساب. بالنسبه للجلابه والقفطان ما خصهمش يكونوا مزيرين، ندخل جوج سنتيم. هنايا عندي 31 دونك هنايا غادي ندير 29، الطريقة هذه. بالنسبة لخط الأرداف عندي 33 عندي في الأرداف. غنسير هاد النقطة، غادي ندير هاد النقطة مع ديال الكتاف مع الحزام، وغادي ندير هدا البيروكي، غادي نديرو لي هونش. بالنسبة لي هونش الطريقة هادي. بالنسبه للايبازي كننزل في هذه المسافه اللي عندي هنايا، نحطها هنايا غادي نهبط انا دغوا، عاد غادي ندير الايبازي باش يبان لكم. والجلابه ديالي غادي نشوفوا واش بغينا الفتحه في القدام او في الجناب، او بغيناها ايفازي ميكونش الفتاحي على حساب. هنايا غادي نشوف شحال غادي نزيد، انا بغيت شحال بغيت في الايفازي هنايا، واش غنزيدو 4 ولا 5 ولا 6 على حساب. انا غادي ندير هنايا في الايفازي غادي نزيد 9 سنتيم، غادي ندير 44 في الايفازي بالطريقه هذه، وغادي نسطر بالمسطره الايفازمو ديالنا الطريقة هذه. الطريقة هذه وكنديروا هنايا التصحيح. بالنسبة عندي التصحيح بالنسبة الطول ديالي هنايا عندي 87، غادي نشوف فين جا 87، دونك شي سنتيم ونص لي غادي نحيدوها وكنصحو التصحيح ديال الجلابة بهاد الطريقة هادي. ولا كنديرو هاد الطريقة كنجيبو هادي كنزلوها ليا وكنحيدو من بعد، وغادي نشرح ليكم كيفاش. بالنسبة لهنايا في الحزام باش متجيناش هادي هنايا دايرة هاكا، يعني كتجي مقوره من هنايا، كندخلو كنديرو بهاد الطريقه هادي، يعني مكنوص مكندخلوش حتى لهنا، كنصحوها بحال لي كنصحوها غير كنطلعو هنايا فوق فوق لاطاي، كنطلعو بشي جوج سنتيم وكنصحو هاد المسافه هنايا باش مكتجيكمش هنا معوجه. بالنسبه هنايا خليته هو التعليم باش غادي نشرح ليكم مزيان. درت هنايا الاسقاط ديالي، بالنسبه اللي ما عندوش البيستولي يقدر يخدم بيدو. هنايا كنقسموا هذه المسافه كنقسموها على جوج، كندير بحال هذه الطريقه هذه كنقسمها على جوج،
وكندير هنايا كنخرج ب 3 سنتيم، كندير هاد الطريقة هادي. الطريقة هادي باش كندير هاد الطريقة هادي باش ندير هادي باش متجينيش عوجة، ولا كنديرها بالبيستولي من الأحسن بيستولي باش متجيناش عوجة، وكندير بهاد الطريقة هادي. بالنسبة للتصحيح ديال دورة، بالنسبة لتصحيح التركيز كندير بهاد الطريقة هادي، بالسنتيم يكون واقف بهاد الطريقة هادي، كنشوفو شحال عندي الدورة ديال التركيز ديالنا. بالنسبة لهذا الظهر غادي نقطعو لودو يعني الخلف، وندوز نشوفو كيفاش نفصلو الأمام. نقص هنايا في الجاي ديالنا يعني لتحت ديال الشلابه، هذا هو التصحيح اللي درت. غادي نضربو بالمقص ونحيدو يعني في شي سنتيم ونص، يعني نقطعو بالمقص وكتجي الشلابه من تحت عوجه. دابا قدينا الظهر، حطينا الظهر على الامام كتبع ليكم، هذه الجهه محلوله يعني مفتوحه من هنايا. حطيت الكتاف، درت الكتاف هنايا العكس ديال القبيلات، في الاول درت الكتاف هنا ودابا درت العكس. دابا رجعت الكتاف هنايا ودرت هنايا لتحت ديال الجلابه. غادي نقطعو دابا، ندوزو نقطعو. عندي تقوير العنق، نشوفو واش واش بغيت يعني الدوره تكون ديال الامام. غنزيد نزيد نهبطو غادي تبقى بحال الظهر. هنايا غادي ننزل ب 9 سنتيم، 9 سنتيم، وغادي نديرو هادي بهادي ولا نديروها بالما، ما غاديش ندخلو بزاف الطريقة هادي. كيفاش ندير ليكم، ولا تقدرو ديروها بيدكم بهاد الطريقة هادي، وغادي تقطعو بالنسبة لدورة التركيز. غادي ندخلو هنايا بسنتيم، سنتيم أو سنتيم ونص، ومغاديش ندخلو في الكتاف، غادي نجيو بهاد الطريقة هادي، يعني بهاد الطريقة هادي، وغادي نخرجو هنايا بزيرو، يعني هنايا بهاد الطريقة هادي، باش مندخلوش باش ميكبرش المونشور ديالنا. دورة التركيز باش ما تكبرش يعني بهذه الطريقة هذه. وكان هذا هو فيديو ديال اليوم اللي فصلنا فيه الأمام والخلف. إن شاء الله نشوفوا التكمال ديال هذه الحصة في حصة جاية إن شاء الله.
نتبقى نشوفوا الأكمام والقب. مع السلامة.